إحنا الأعزاء طلاب الفرقة الثالثة شغل الحاسب الآلي تكنولوجيا المعلومات التعلم المدمج مادة نظم الحاسب نظم تشغيل الحاسب الآلي 2. إحنا شفنا قبل كده محاضرتين ودي المحاضرة الثالثة. هنشوف مكونات الحاسب الآلي الداخلية. أول حاجة عندي الهارد ديسك. الهارد ديسك هو اللي أنا بحط عليه البيانات بتاعتي وبخزن عليه البيانات. هو عبارة عن مجموعة من الأقراص المغناطة بتدور بسرعة عالية جدا. وفي ناقل كهربائي كهرومغناطيسي هو اللي بيقوم بالقرايه والكتابه. هوريك الصور دلوقتي. طبعا كل ما زادت عدد الاسطوانات اللي موجوده في العلبه بتاعت الهارد ديسك اللي قدامك دي كل ما الساحه التخزينيه زادت عليه ماشي او زادت دي. ماشي دلوقتي الهارد ديسك هوريك الصوره بتاعته ده صوره الهارد ديسك لما تفتحه من جوه بس طبعا ما انصحكش انك انت تفتحه. الجزء الاسود دي الاسطوانات اللي بتخزن على البيانات عددهم بيبقى موجود سلندر في النص وهم ممسوكين عليها زي العلبه بتاعت السي دي اللي انت بتشتريها في عصايه في النص والاسطوانات دي فوق. عدد الاسطوانات دي بيتراوح ما بين 10 لعدد لا نهائي في المساحات الكبيره من الهارد. كل طبعا ما تجيب هارد اكبر كل ما عدد الاسطوانات يزيد. هتلاحظ ان لو انت مثلا جبت هارد 20 جيجا هتلاقي نفس المقاس، جبت هارد 100 جيجا هتلاقي نفس المقاس، يبقى مقاس الهارد العلبه بتاعته من بره ثابته. طب بيختلف فيه بقى عدد الاسطوانات اللي جوه لان كل اسطوانه من دول السوداء دي انا بخزن عليها البيانات. طب مين الدراع ده؟ ده الدراع الناقد. الدراع ده بيقرا وبيكتب على الاسطوانه. هو طبعا كده لا دام جاي فوق الاسطوانه يبقى لا اما هيقرا لا اما خلاص. دي الاجزاء الميكانيكيه بتاعته. طبعا في وحده كنترول وحده الكترونيه هي اللي بتخزن. الديسك عامل بهذا الشكل لو رسم بقى بسيط. المساحه البيضاء دي البلاترز اللي هي اللوائح بتاعتي. دي الارمز كل ارم مخصوص للقرص علشان كل ارم يروح للقرص بتاعه يحدد المكان بتاعه خلاص. وانا هوريك القرصات الاقراص دي بتتفورمت ازاي كده. الهارد ديسك المساحه اللي هي بتلمع زي المرايه دي ده الهارد ده الدراع بتاعي. ما انصحكش انك انت تعمل كده خالص. دي الذراع اللي هو الارم بيتحرك بسرعه جدا من الوضع برق لمكان السيكتور اللي هو عايز يقرا عليه. لانه اللي بيحصل برق الدراع اهو ودي الابره اللي بتقرا او بتكتب. زي الهيد بتاع التسجيل بتاع الكاسيت بتاع زمان لو انتم فاكرين. وطبعا لو حصل ان الابره دي اصطدمت بالسطح اللي بنسجل عليه او القرص اللي بنسجل عليه بشكل خطا فبيخربشه. الخربشه دي بتعمل باد سيكتور. خلاص؟ ده كده الدراع رايح جاي الصوره بتاعته الصوره المزدوجه ده ساعه ما بيقرا. طب هو ليه بيروح ويجي في الحته دي ويقف؟ اشمعنى؟ اتفقنا ان الهارد ديسك عباره عن اقراص والاقراص دي بتتقسم ازاي؟ بتتقسم حلقات. الحلقات دي بنسميها سيكتورز والسيكتورز كل حلقه زي التراك بتاع الملعب كده وكل حلقه بتتقسم لبلوكس. فانت لما بتيجي تخزن ملف معين بتخزنه على سبيل المثال هو الكمبيوتر هتعرفها بعدين. الكمبيوتر بياخد الملف بتاعك لما تقول له سيف على الهارد ديسك يقوم رايح على اسطوانه معينه من الاسطوانات الموجوده جوه الهارد وفي قطاع معين في سيكتور معين مثلا نقول سيكتور 16 يقوم حاطه بدايته منين؟ من البلوك رقم 3. يبقى الملف اللي انت حفظته اتحفظ في سيكتور 16 بدايه من البلوك رقم 3. لما تيجي تعمل دبل كليك على الملف عشان يفتحه انت بتدي اوردر للهارد ان الدراع ده يتحرك من الوضع برق اللي هو بيبقى في الحته دي ويقوم رايح على الاسطوانه اللي انت مخزن عليها. ويروح على فين؟ يبدا من عند السيكتور رقم 16 اللي هو متحدد عليه الباس بتاعت الملف. طب السيكتور رقم 16 فيه بلوك 1 2 3 و4 لا هيبدا من بلوك 3 اللي انت متحدد عليه. يبقى دي اهميه الفورماتنج ان انا لما اجي اخزن حاجه او عارف الكمبيوتر يبقى عارف مكانها فين فيروح يجيبها. طب لو الفورمات مش موجوده تخيل انك انت عندك اوضه وعاملها ستورج. الستورج ده لا اي حاجه ارمي في الاوضه ارمي في الاوضه ارمي في الاوضه مفيش لا رفوف ولا دواليب ولا حاجه. لما تيجي تدور على حاجه طبعا هتدوخ مش هتعرف تيجي. خلاص المحرك بتاعه بنسميه استبر موتور. السيكتورز بتاعته ده قطاع اهو ده سيكتور من وان تراك. الحلقات الدائريه دي تراكس. الحته اللي في النص دي سيكتور. طبعا انت بتقسمه لتراكس وسيكتور حسب المساحه بتاعتك او حسب طريقه الفورمات. قياس الساعه بتاعتك عشان اقيس ساعه الكورس الصلب بحسب عدد الاسطوانات في عدد القطاعات
في حجم القطاع في عدد الرؤوس. عندنا قرص ثابت ذو 200 اسطوانه في 200 اسطوانه وعدد 24 راس وعدد 128 قطاع، فان حجم القرص هيبقى ال 200 اسطوانه في 128 قطاع، كل قطاع فيه 24 سيكتور، يبقى دي المساحه. وحدات الذاكره بنسميها البايوس، والبايوس دي بيزك انبوت اوت بوت سيستم، بيزك انبوت اوت بوت سيستم، بيزك ان بي انبوت اي اوت بوت سيستم اس او خلاص. ودي بستخدمها على سبيل المثال في ذاكره الروم، ودي بنجد ان وحده البايوس هتعمل المواصفات المعياريه لاجهزه الحاسب اللي فيها التاريخ والساعه وهكذا. في نوع ثاني من وسائل التخزين بنسميه ريموفبل ديسك، اللي احنا بنسميها دلوقتي الفلاش ديسك زي ما انت شايف اشكالها، ودي بتستخدم على اليو اس بي. الكروت بقى انت بتحط كروت في الكمبيوتر بتاعك، كارت شاشه، كارت صوت، كارت انترنت، كارت ايثرنت اند سو اون خلاص. كارت الشاشه بنسميه اي جي دي، اي جي دي ده نوع من انواع الكروت. في كروت ثاني اسمها تي في كارد، يعرض لك التلفزيون، يجيب لك السينما بتاعت التلفزيون يعرض لك على الكمبيوتر. القرص المضغوط اللي هي الكومباكت ديسك او السي دي، السي دي بيتفرمت ازاي ويتعمل ازاي؟ عشان افرمت السي دي، ده مكونات القرص الصلب السي دي. السي دي الحته دي بتبقى جزء بلاستيك، الحته الحمراء الليبل، ودي اكريكال نوع من انواع البلاستيك، ودي حته المونيوم. خلي بالك الحفر اللي انت شايفها دي، شايفها دي، شايفها اهي، دي الكتابة على السي دي. لما بتيجي تعمل بيقول لك ايه؟ بنحرق السي دي. نحرقه يعني ايه؟ بيدخل أشعة الليزر تقوم عاملة التجويف ده. التجويف ده أشكاله بتختلف، ممكن يبقى شكل الأسطوانة، فطبعا الأسطوانة بقى متغيرات كتيرة، عمق الأسطوانة قد ايه وقطر الأسطوانة قد ايه، وممكن يبقى شكل الكون، شكل الأم المقلوب برضه، عمق الارتفاع الكون ده قد ايه، سوري عمق الكون قد ايه والقطر بتاع القاعدة قد ايه. ممكن يبقى شكل الكون المبتور، القمه بتاعته مش مدوره، مبتوره وهكذا. فطبعا كل ما دي تختلف كل ما الكم بتاع البيانات بتاعك يختلف على السي دي. لو انت شفت بصيت على السي دي بصوره مكبره تحت الميكروسكوب الكبير، هتلاقي السي دي السطح اللي هو بيلمع عامل كده. ان تؤدي اللي هي الحفر اللي هي ده تمت في السي دي. خلاص؟ طبعا طبقه رقيقه من البلاستيك، ولو اتخربشت الديسك راح منك مش هينفع يشتغل تاني. والقطر بتاعه بيبقى 5.5 انشز. ده الشكل المسار اللولبي للسي دي. انت لو هتبص بص بيبدا من جوه لبره. ولو انت بتاخد بالك وانت بتحرق السي دي، اول جزء بيتحرق منه الحته الداخليه دي. فبعد ما تكتب اي بيانات على السي دي بس ما تكونش مالي كل، لاحظ اللون بتاع الحته دي هتلاقيه مختلف عن بقيه السي دي. الداخل الخارج هو بيبدا الكتابه من الداخل للخارج. خلاص؟ طبعا السي دي روم علشان اقرا واكتب لازم الديسك يبقى مسجل من جوه شكله بهذا الشكل، وطبعا عرض شريطه 5.5 مايكرون وطوله ما يتجاوزش 5 كيلو متر. ايه الفرق ما بين السي دي والدي في دي؟ الدي في دي كلمه دي في دي جت من كلمه ديجيتال فيديو ديسك. ديجيتال فيديو ديسك وده اتعمل عشان اعمل عليه اسجل عليه الافلام، لان السي دي بياخد 60 ميجا بايت. بس الدي في دي ممكن ياخد اكتر من كده، عشان كده اتعمل على الافلام. وطبعا في دي فيديوهات بتتكتب على السطحين، السطح اللي فوق والسطح اللي تحت، وده بيستخدم عشان الافلام والماده العلميه او المعلومات اللي هي محتاجه اكتر من السي دي. ازاي اخزن على السي دي؟ طريقه التخزين على السي دي زي ما زي القرص اللي على الدي في دي، زي بتاعت السي دي بالظبط، مفيش مشاكل. دي الطبقه بتاعت الدي في دي من طبقه مفرده، يعني بكتب على سطح واحد اللي هي 4.7 قرص دي في دي بيتكتب على السطحين. لما بنشتري افلام جاهزه بيبقى مكتوب على السطحين، ولما بندخله في الدرايف بيتقري اللي فوق وايه اللي تحت. قرص دي في دي من طبقتين على كل من الوجهين. دي الصور بتاعت لو كبرتها، طبعا دي صوره مكبره للسطح الدي في دي بعد ما كتبت عليه. دي الحته دي اهي، ده جزء مكبر من الشكل الاعلى يوضح ابعاد المرتفعات اللي بتمثل المعلومات في الصور. يبقى بيحفر هنا، حفر هنا. طبعا المواصفات بتاعت الفرق ما بين قرص السي دي وقرص الدي في دي، المسافه ما بين المسارات في السي دي 1600 نانو متر، المسافه في الدي في دي 740 نانو متر. بالك المسافه صغرت فعدد المسارات يزيد. التجويفات 830 نانو متر، هنا 400.
طبعا وحده التغذيه الخارجيه، وحده التغذيه الكهربائيه اهم الوحدات اللي هي بتغذي الكمبيوتر بتاعك بالبحر.